في الشأن اللبناني، قال المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي سارو كومار إن 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشددا على أن إصلاح قطاع الكهرباء أصبح ضرورة قصوى كونه يستنزف خزينة الدولة. ولفت إلى أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات إصلاحية جريئة فلن يستطيع البنك الدولي تقديم أي مساعدات أو دعم لقطاع الكهرباء أو المساهمة في معالجة الخلل الاجتماعي بالبلاد. عبر الهاتف من بيروت معنا أستاذ باسل الخطيب المحلل الاقتصادي. أستاذ باسل أهلا بحضرتك. أهلا فيك. أستاذ باسل، يعني هل هناك مبالغة في هذه النسبة أنه 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء؟ هل هناك يعني مبالغة أم أنه الوضع في لبنان بهذا السوء فعلا؟ لا صراحة ما في مبالغة أبدا بهذا التقدير، لأنه نحن صرنا تقريبا من سنة 2011 عم نعاني من تراجع اقتصادي وتدهور سنة بعد سنة. في عنا سياسات عم تتبع أبدا ما عم بيشوفوا حاجات الشعب، بالعكس بلد فاسد ومنهوب وعم بيشوفوا شو حاجاتهم وصفقات ومحسوبيات ومحاصصه. لذلك كان في عندك بدا التدهور والتراجع بالاقتصاد وتراجع بفرص العمل، وهذا الشيء زاد بالفقر. فما بالك اذا صرنا نحن هلا حوالي اربع خمس اشهر، يعني صرنا تقريبا شيء اربع اشهر او حوالي 120 يوم عم نعاني، في عندك الاف فرص العمل فقدت، الوظائف العديد من الموظفين تم تخفيض رواتبهم، في عندك تراجع بالتحويلات المالية، كان في كثير ناس بيعتمدوا على ذويهم بالخارج لحتى كمان يحولوا لهم، كمان في تراجع بالتحويلات المالية من الخارج نظرا لتراجع على الاقتصاد في الخارج أيضا، لأن الأزمة عالمية، ولكن أزمة لبنان أزمة كثير كبيرة لم يشهد لها مثيل منذ قرن. طيب دعني اقرا، ابدا مش مبالغ فيه، اقرا لحضرتك يعني بعض الارقام قالها المدير الاقليمي لشؤون منطقه الشرق الاوسط وايضا شمال افريقيا، انه حوالي 1.5 مليون لبناني دخلوا في خانه الفقراء ويحتاجون الى الدعم، وايضا قال انه 10% من السكان يعانون من فقر مدقع ويواجهون مصاعب حتى في الحصول على الغذاء. نعم، هلا لا شك انه التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد اللبناني هي غياب الاحصاءات الرسميه. فنحن بلد، اي بلد بده يتطور واي بلد متحضر ومتقدم وعنده سياسات ماليه لازم يكون في عنده احصاءات، بلبنان نشكو من غياب الاحصاءات الرسميه. فدائما بنعتمد الاحصاءات تبعنا بنعتمد فيها على البنك الدولي وعلى صندوق النقد الدولي. طيب. حتى مصرف لبنان عندما يريد ان يتكلم عن النمو يقول استنادا الى صندوق النقد او البنك الدولي. الأرقام اللي عم بيقولها صندوق النقد أو البنك الدولي هي الأقرب إلى الحقيقة. ونحن بلبنان هناك 4,800,000 لبناني، وفي تقريبا كمان شي مليونين مقيم غير لبناني، فإذا قال إنه في 1.5 مليون فقير هذا الرقم على أقل تقدير. طيب أستاذ باسل، أيضا هناك تنويه إلى فكرة إنه إذا ما لم تقم الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات سريعة ويعني جدية في حل هذه، صحيح وعاجلة في هذه الأزمة، يعني لن يستطيع البنك الدولي أن يساعد لبنان، ولن تستطيع يعني لن يستطيع أحد أن يقدم إلى لبنان أي قروض. أكيد. ماذا في هذا الشأن؟ ما الإجراءات التي لابد أن تقوم بها الحكومة فورا، خصوصا في قطاع مثل الكهرباء الذي أشار أيضا التقرير إلى أنه بيستنزف الخزينة اللبنانية؟ يعني هذا التحذير وهذه الرسالة تخفي في طياتها تحذيرا مبطنا، لأن لا ثقة في السياسيين اللبنانيين من قبل الشعب اللبناني ومن قبل المجتمع الدولي والدول المانحة أيضا، لأنه معروف يعني أنه السنوات الماضية كلياتها في غياب للشفافية وفي فساد، فما عندهم ثقة. لذلك وخصوصا أنه أهم سبب ساهم بنمو الدين العام بلبنان وصلوا ل 100 مليار دولار هو عجز الكهرباء وغياب الخطط للنهوض بهذا القطاع، علما
علما انه اذا في 40 45 43 مليار دولار هودي من اصل الدين هن بسبب الكهرباء. يعني تصوري انه نحن اذا عندنا 100 مليار دولار دين في 43 مليار من وراء الكهرباء، لانه ما في خطط. دائما كانوا يشتروا الكيلو وات كهرباء ب 16 سنت يبيعوها للمواطن ب 11. طيب ليه ما رفعتوها؟ ما بيرفعوها، ولكن بيسمحوا للسوق غير الشرعي وهو المولدات والمافيا، تبع المولدات انه يبيعوها باكثر من 16 سنت باكثر من الدوله، وهالشعب عم يدفع. لو هن خلوا، لو هن اهلوا المعامل وعملوا صيانه وبنوا معامل جديده، وين كان الغلط بهالشيء؟ ما كان في غلط. يعني قبل 2005 على ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان في خطط للنهوض بقطاع الكهرباء، ومن ثم استشهد الرئيس الحريري وراحت هذه الخطط. اليوم في عندك مشكلة كثير كبيرة عم بيشوفها المجتمع الدولي، البنك الدولي بيقول لك إذا ما عملتي إصلاحات ومن هلا قررتي، خصوصا إنه شافهم للسياسيين بالموازنة الجديدة إنه طبقوا خطة الكهرباء تبع الحكومة السابقة يلي أسقطت في الشارع. فكيف أنت عم تعمل إصلاح وطبقت الخطة القديمة يلي فيها استئجار بواخر؟ ما فيها ايش انشاء معامل جديده. نعم صحيح. كيف بدك تبني؟ لكن كيف بدك تكافح؟ كيف بدك تحسن وتبين انك عم تعمل اصلاحات؟ بدهم اصلاحات. الكثير فعلا من الاقتصاديين اشاروا الى هذه الجزئيه تحديدا، مساله الكهرباء والبواخر، وانه حل المشكله لم يكن جذريا، وبالتالي استمرت المشكله وتفاقمت. اشكرك استاذ باسل الخطيب المحلل الاقتصادي من بيروت. ايضا من بيروت دكتور فادي الاحمر الباحث في شؤون الشرق الاوسط. دكتور فادي اهلا بحضرتك، اريد تعقيب منك حول هذه الارقام التي نشرها او قالها المدير الاقليمي لشؤون منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول الفقراء ونسبة الفقراء في لبنان. يعني صحيح هذه الأرقام هي حقيقية، وربما يعني هي حقيقية واقعية، ولكن يجب الإشارة إلى أنها تتزايد يوما بعد يوم. يعني أود الإشارة فقط إلى أنه منذ حوالي يومين أو ثلاثة أيام رئيس نقابة نقيب المطاعم في لبنان الذي هي على علاقة مباشرة مع القطاع السياحي أعلن عن إقفال 785 مؤسسة مطعم، بمعنى مطعم بمختلف الاحجام بين ايلول وشهر شباط، يعني بدايه شهر شباط الحالي. وبالتالي صرف من خلال هذا الاقفال 25,000 عامل، يعني رقم كبير جدا بالنسبه للبنان الذي تبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمه. وبالتالي البطاله تتزايد يوما بعد يوم، ونحن نتوقع المزيد من البطاله وبالتالي المزيد من الفقر. هذه هي على المستوى هذا الرقم واقع إذن جدي، ولكن هناك ايضا بطاله مقنعه سيدتي، دعيني اقول هناك العديد من الموظفين الذين لا يزالون في مؤسساتهم، ومؤسساتهم تعمل ولكن بنصف دوام او بدوام كامل ولكن بنصف راتب. وهذا اصبح مستشري في لبنان، ودعيني اقول انه حتى المؤسسات الاعلاميه في لبنان هناك شاشات تلفزه مشهوره جدا هي الاولى في لبنان، اليوم العاملين فيها بمختلف القطاعات فيها يقبضون نصف راتب، مع العلم ان عملهم بسبب الاوضاع في لبنان والثوره والحراك والمظاهرات زاد بنسبه كبيره، يعني عما كان في السابق، زاد العمل ولكن بنصف راتب. يعني للاسف هذا هو الواقع في لبنان. طيب دكتور فادي، كان هناك ايضا لهجه تحذيريه في انه البنك الدولي اذا ما لم تقوم الحكومه اللبنانيه باجراءات واصلاحات عاجله لن يستطيع التقدم او القيام باي يعني خطوات او قروض للبنان. ما رايك في هذه اللهجه، والى اي درجه بالفعل ستنعكس على الحكومه اللبنانيه وما ستتخذه من اجراءات؟ سيدتي، هذا ما يقوله اليوم البنك الدولي من خلال ممثليه اليوم في لبنان او في المنطقه، هذا اصبح نحن نسمع به منذ فتره من قبل ليس فقط المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن ايضا من قبل الدول المانحه، لان هذه الدول ساعدت لبنان على مدى سنوات، ولكن لم تجد ان هذه المساعده قد ادت الى فعلا اصلاح اقتصادي والى نهوض اقتصادي والى اخراج لبنان من ازماته الاقتصاديه والاجتماعيه، لذلك هي تشترط اليوم، صندوق النقد الدولي هو واحد من المؤسسات الدوليه التي تشترط على لبنان مزيد من الاصلاحات، مزيد واقعيه وفعليه اصلاحات، ومزيد من الشفافيه في التعامل.
مؤتمر ساد الذي عقد في نيسان من العام الماضي. نعم. ايضا اشترطت الدول المانحه قبل تقديم اي مال، وهي كانت وعدت لبنان بحوالي 11 مليار دولار، مليار كهبه و10 مليار كقروض ميسره بفوائد معقوله، ولكن اشترطت اصلاحات، وعلى راس هذه الاصلاحات كانت مؤسسه كهرباء لبنان التي كنتم تتكلمون عنها مع ضيفك السابق. وبالتالي هذا ليس بالمساله الجديده، لانه ما حدث في لبنان، ما يحدث في لبنان انه منذ مؤتمر باريس واحد الذي سعى اليه رفيق الحريري رئيس الحكومه الراحل، ومؤتمر باريس 2 وباريس 3، اتى الى لبنان مليارات من الدولارات، ولكن للاسف كان كما يقول باللبناني مثل عم بيعبي مي بالسله، ولانه بسبب الهدر الفساد طريقه المال العام عند المسؤولين على الدوله كانوا يسرقون من هذا المال. نعم. بشكل صراحه بشكل صريح. صحيح. هذا يعني هذا معروف، وهناك ملفات فساد كثيره وهناك مطالبات، يعني هذه الانتفاضه اللبنانيه والثوره اللبنانيه التي بنراها هي اصلا كانت الى جانب طبعا المطالب السياسيه ومساله المحاصصه وهذه الامور، كان هناك ايضا مطالب بتحقيقات فساد، وحتى انه تم نشر حسابات لافراد مهمه وعناصر مهمه في الطبقه السياسيه، يعني هذا امر يعني يعلمه الجميع. طيب دكتور فادي، هناك اصلا يعني تركيز على بعض الملفات فيما يخص الاقتصاد، ما هي أبرز الملفات اللي على الحكومة أن تركز عليها في خطة الإصلاح؟ يعني هل الكهرباء فقط أم أنه هناك ملفات أخرى لابد التركيز عليها في الخطة الإصلاحية حتى يعني تتحسن أو يتحسن الاقتصاد اللبناني، ومن ثم يبدأ البنك الدولي في منح لبنان قروض من جديد؟ الكهرباء كما ذكرت سيدتي هي الملف الاول، لانه هو وحده كلف الدوله خزينه الدوله حوالي 40% من الدين العام. يعني بين 35 ل 40 مليار دولار، الدين العام اليوم بلغ حوالي 90 مليار. بين 35 ل 40 مليار هي قيمه الدين، هي قيمه دعم مصرف لبنان لشركه كهرباء لبنان. هذا واحد. اثنين، هناك يجب هناك اعاده نظر في كل السياسات الماليه التي يعتمدها مصرف لبنان، وكما حدث في مصر لديكم، يعني مصر لم تخرج من ازمتها ايضا الاقتصاديه، مع انه هي لم تكن بحده الازمه الاقتصاديه في لبنان، ولكن لم تخرج منها الا ما بعد اطلاق العمله اللبنانيه، يعني عدم دعم العمله الوطنيه، دعيني اقول بالنسبه للدولار الامريكي. هذا ما يجب ان يحدث اليوم في لبنان. صحيح ان هذا سيكلف لبنان، سيعاني منه الشعب اللبناني في مرحله معينه على مدى سنه سنتين او ثلاث، ولكن هذا من شانه فيما بعد إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. أيضا السياسة المالية يجب إعادة النظر فيها، لأنه في الماضي كانت تعتمد السياسة المالية على إعطاء فوائد عالية للقروض للمودعين، وبالتالي ماذا كانت تفعل الناس؟ كانت تودع أموالها في المصارف مقابل فوائد عالية، وبالتالي لم يكن هذا المال يوظف في الاقتصاد اللبناني. اليوم يجب قلب المعادلة، بمعنى أنه تخفيض الفوائد على الودائع في المصارف كي الناس تتشجع لان تستثمر هذه الودائع في مشاريع اقتصاديه، ان كانت بحجم متوسط او صغير او متوسط او كبير. نعم. قبل كل ذلك يجب استعاده الثقه، وهذه مساله بديهيه في الشان الاقتصادي والشان المالي. هذه الثقه للاسف مفقوده ان كان بين الشعب والطبقه السياسيه، بين الشعب ومصرف لبنان، وبين الشعب والمصارف ايضا. شكرا جزيلا لك دكتور فادي الاحمر، الباحث في شؤون الشرق الاوسط، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.